اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وألف صحة ان شاء الله. النهاردة انا هعمل معاكم حاجة جديدة كده، تنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع غدا، مناسبة لكل حاجة. يعني حاجة بسيطة جدا، يعني مش مكلفة كمان. هي زي بطاطس عجة كده، بس سهلة قوي الصراحة وجميلة جدا، وكمان مفيدة للأطفال وتنفع لكل حاجة، تنفع في كل وقت. يعني معايا هنا بقى المقادير بتاعتها. دي خضرة، بقدونس او كزبرة، دي برضو حوالي 5 بيضات، وهنا كمون وفلفل اسود وملح، ومعايا هنا كوباية لبن او لبن حسب ما تحتاج يعني. ودي البطاطس بقى انا كنت سلقاها وهرساها، وهنا كده ده البصل، انا يعني جبت بصلتين صغيرين كده وكان فص ثوم وشوحتهم على النار زي ما انتم شايفين. يعني مقاديرها طبعا حاجات بسيطه موجوده في كل بيت، فانا دلوقتي هحط كل الخليط ده على بعض واقوم حاطاه هنا في الصينيه وهتشوفوه. وده كده شكلها يا بنات بعد ما خلطت كل المقادير على بعض، بجد جميله جدا. انا هدخلها الفرن بقى وهتشوفوها. طبعا يعني ما تقلقوش ان فيها بيض، البيض طبعا اللبن طالما معاه هيشيل الزفاره خالص، يعني ما تقلقوش. وبجد بتبقى جميله جدا جدا جدا. انا هدخلها وقت الفرن تستوي وهوريها لكم بعد ما تطلع ان شاء الله من الفرن. وده كده يا بنات شكل صينيه البطاطس بالعجه بعد ما خرجت من الفرن، بجد جميله جدا جدا. انتوا تشوفوها كده تقولوا هتحسوها بيتزا، تحسوها كمان كيكه، بجد جميله قوي قوي وسهله طبعا، وكل مقاديرها موجوده في البيت، يعني مش مكلفه ولا حاجه. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وشير او سبسكرايب، وكمان فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وباي باي.